انا دابا راه خدام مع خطار، ها مدير لي 2400 في النهار، 2400 غدير لك هاد 2400. والله الا راه هو اللي كخمم مليم، وحق الله كخمم مليم صاحبي، والله كخمم مليم، راه دابا راه باقي على الله. الله يسمح للناس المسؤولين وصاحبي هذو اللي كاين. عندي خمسة وليدات، عندي خمسة وليدات. ما عندي باش نتعشوا غادي نشري لي انا شكرا ب 16000 ريال، الله يهديك اصاحبي. اش غنشري لي شكرا ب 16000 ريال؟ ما يمكنش اصاحبي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك خويا. كلشي بخير الله يحفظك. كيف تواجد في السوق ديال المنصورية؟ أييه. كيفاش ديال الوقت مزيان هي هذيك، بيني وبين بيني وبين مرة محركة مرة ما محركاش. من ناحية من جيت من واحد جيت الخدمة، من جيت الصالير شوية قليل، هذا هو الصالير شوية قليل، ما مديرش تعمل بزاف. بالنسبة للخدمة ديالك ديالك شناهي؟ خدام أنا شيفور. شيفور؟ عندي طوموبيل، عندي شيفور طوموبيل كاميون. يعني عندك بيرمي؟ عندي البيرمي، عندي الرموك ما عنديش. خاصك دير ديال الرموك؟ الرموك ان شاء الله في الطريق ان شاء الله. غديرهم ان شاء الله؟ ان شاء الله نديرهم. ضروري نطلبوا بزاف الرموك كاع نطلب. كيفاش مشى هادشي ديال الغلاء وهادشي ديال الغلاء؟ صاحبي الله يسمح للناس المسؤولين وصاحبي هذو اللي كاين. عندك شي وليدات؟ عندي خمسة وليدات. عندي خمسة وليدات. خمسة وليدات؟ خمسة وليدات. واش كتصافي عليهم دابا؟ راه تا كتشوف دابا، انا دابا خدام مع خدام، ها مدير لي 2400 في النهار، 2400 غدير لك هاد 2400. 2400؟ وخدام واخا ساكن، هذا ساكن، 2400 ما قاديكش 2400. ما غدير لك والو صاحبي، دخلناك بلاصه دير لي انت 2400. الله يرحمك. عندك 3000 ريال كاع، عندك 3000 وما غدير لك والو، فهمتي؟ واللي عنده خمسه الوليدات اش غيدير؟ راه ما عندوش اصاحبي. بالنسبه لك كاري ولا ساكن؟ لا الساكن ديالي عشوائي. مهني شويه من لا ها مهني من جهه الكرا ومن جهه الدا وماشي مهني منه شي فابور شي. ولكن الوليدات راه خاصك معاهم شويه. شويه ما الدراري حتى ما عندهم الصير بزاف، كان صير دابا علاش الدخول المدرسي؟ كيفاش كتشوف دابا؟ والله الا راه هو اللي كخمم ليهم، وحق الله كخمم ليهم صاحبي، والله كخمم ليهم، راه دابا راه باقي على الله. لا دابا الدراري خاصك دابا وقت المدرسه قريب يدخل، نهار مات في الشهر الاخر ديال 10 شنو غيدخل المدرسه، و ما عندهم باش غنشري ليهم، باش غتشري ليهم والله. الدراري كاملين كيقراو؟ كلهم كيقراو، ودابا جوج دراري كبار كيقراو لي في السابعه. اش تصرف عليا؟ اش تصرف عليا؟ اخلي على الله وصافي. باقي ما شريتش لهم والو. والله ما شريت لهم شي حاجه. والله ما وجدت لهم حتى حاجه، ما وجدت لهم نهائيا. اخلي على الله وصافي والله. من جيت الصالير كنخمم، من جيت الصالير قليل شويه. هذا هو اللي كاين. مازال الصالير شويه طالع مزيان. كل سنه 2400، ما 2400 الله كيخدم 4 ايام في السيمانه. تخدم 4 ايام في السيمانه، عندي على 4 والخميس والسبت والحد، هما اللي عندي. وعندك زعما ترونسبور ديالك؟ ماشي ترا، ما عندي ترونسبور لا والو، بيكالا هي اللي عندي. هي واقفه كتشوف بيك، هي اللي بيكالا، هي اللي كاينه. ايوا لا اله الا الله. يعني من جات لي السير ديال الخضره، وشير الخضره، خضره غاليه ديال بصح. بزاف مخلي مغلي الخضره. دابا الدجاج دابا ما كاينش. دابا البلدي هذا الرومي ولا غلا من البلدي؟ ولا غلا من البلدي. البلدي دي راه 400 ريال. 400 ريال. ودابا الرومي ما تقيش تقول، ما تقيش تحط على يدك، ما تقيش تحط على يدك. دابا انت عندك خمسه وليدات. والا ديتي واش فرج واحد قادر؟ فرج واحد قادر؟ واش قادر؟ ما قادرش اصاحبي، والله ما قادني صاحبي، ما قادني. شو خمسة دراري وانا والمراه سبعة. دابا هادشي خديتي التقضية. تفرى وشاري. خديتي ديرو كامل طيبوا لي وليدي. اقول ديري كامل وصافي. لا تطيب منه شي حاجة قليلة، شي حاجة قليلة غتطيب منها. لا بغيتي ما عندكش كدير، هذه في حال لا بغيت تستقرم، لا بغيت تستقرم. عندك خمسة الوليدات والمراه هي السا وانا هو السابع. راه ما غيقدكش في الروج. كدير اخويا؟ اخويا راه راه غادي مع الوقت، هو وصافي والله، غادي مع الوقت هو تلافح مع الوقت شويه. الحمد لله شويه من هنا ومن هنا. كنتمنى من الله شي خدمه تكون مهوره شويه، هذا هو اللي كان تكون خدامه، خدمه زوينه وصافي. هذا هو اللي كاين. خدمه مزيانه.
كاين نسولك واحد السؤال. نعم خويا. الوالدين ديالك مقبلين على الدخول المدرسي، كاين واحد الشكاره ديال 16 عام. ما غنشريهاش ما غنشريهاش ما غنشريهاش اصاحبي. انت ما عندك باش هو حتى انا ما عندي باش باش نتعشى غادي نشري لي شكاره ب 16000 ريال. الله يهديك اصاحبي. باش اش غنشري لي شكاره ب 16000 ريال؟ ما يمكنش اصاحبي. مشي على قدي. واش شنو غتشري دابا للوالد ديالك؟ حنا مقبلين على الدخول المدرسي، هما عندهم الادوات، عندهم الشكاره، زيد وعيد وعيد شاري ديال اللبس وهذا. شنو كيفاش غتكسي الوليدات؟ والوليدات راه عارفهم كيشوفوا اصدقاء والله وكيشوفوا شحال. والله يحن اللي ما حن فينا هذا هو اللي كاين. الله يحن في اللي حن عليه اللي حن علينا حنا هذا هو اللي كاين صاحبي. يعني كتخدم نهار ونهار مره 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 صاحبي. بعد ما تخدمش كاع حامري. بعد ما كتخدم كاع 4 ايام في السيمانه عندي 4 ايام في السيمانه. ها؟ 4 ايام في السيمانه اللي عندي عندي انا صاحبي. دابا كتخدم هاد السواق. هاد السواق صاحبي ملي كيخدم. شي سوق خارج يعني كتخدم. لا والو. عاد كنخدم غير لحد الويزيه والسبت ديال المشروع والاربعاء ديال المكزاز والخميس ديال المشروع. هذا هو اللي كنخدم صافي. الخميس والسبت ديال المشروع وشويه وصافي 2400 اللي كيخدم معك الخضار. تعاونوا بكاو. تعاونوا تعاون تخدم معاه تستبد لي البطاطا تستبد لي هذيك الكرعه الخضره تستبد لي المسائل كادير. لا هي المهنه ديالي كتخدم في كتبيه. الكتبيه سدوا شحال هذه. صافي ما بقاش خدامين مزيان. صافي خرجت. يعني ما عندك شي صنايعه؟ لا ما كاينش. هذه هو الصنعه ديالي ديال الشيفور. صافي قلب على شي شيفور يخدم معاه صافي. ولكن ما كرهتيش تخدم شيفور؟ ما كرهتش. ما كرهتش. واش الرساله ديالك شي واحد اللي عنده شي كاميه ولا شي حاجه؟ كنخمم شي ما كنخممش دابا. شحال من واحد عيط لي دابا نخدم معاه ولكن كنخمم على شنو يقول ليه. البطاقه المهنيه البطاقه المهنيه دابا غاليه غليت ما عرفتش كدير شي 2500 درهم 100 جبد مي غاتبدا 50000 ريال. يا اخي تقدر تكون عندك لما كان عندك ما 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 دخلك ضروري من البطاقه المهنيه ضروري باش تخدم حيت الشيفور هو البطاقه المهنيه. ما عندكش بطاقه مهنيه ما عندك حتى شي حاجه يعني معترف به البطاقه المهنيه هي كل شيء. هذا خاص تاخذها ديرها في جيبك حيت هي مطلوبه مع الوراق. غيوقفك شي بوليسي ولا جوندارم ولا شي حاجه غيقولك راه البطاقه المهنيه. هاد انت شي سلعه شنو يقول لك عطيني البطاقه المهنيه ديالك انت. ما كرهتيش دابا شي هوندا بحال هادي اللي هنايا؟ ما كرهتش ما كرهتش والله ما كرهت ما كرهناش. خدام مخير خدام بها مخير كاع وكنشوفو راه كنصوت مزيان كاع ماشي تبارك الله عليك. امين يا رب. الله يصاوبو خويا. الله امين. شكرا تبارك الله.